برحب بحضراتكم من جديد، وخلينا سريعا نروح لنتيجة جدول الترتيب بعد طبعا أو بناء على تصويت حضراتكم لأفضل ثلاث لعيبة في النادي الأهلي كل مباراة. بنبدأ طبعا بالشناوي اللي بقى في المركز الأول باكتساح بعد ما لعب 15 مباراة، عدد النقاط مع الشناوي 15. بدر بنون بيتراجع للمركز الثاني ب 12 نقطة، أيمن أشرف كمان في المركز الثالث 10 نقاط، علي معلول في المركز الرابع 9 نقاط، وكهربا في المركز الخامس 8 نقاط، وبعديهم ديانج في المركز السادس 7 نقاط. وليد سليمان طبعا بتمنى انه يرجع بالسلامه 6 نقاط، طاهر محمد طاهر ورا وليد ب6 نقاط، محمد مجدي قفشه بيتقدم كمان وبيرتفع رصيده ل6 نقاط، وراه محمد هاني اللي بيرجع مركز برصيد 5 نقاط، وبعد كده حمدي فتحي، اجاييه، محمد شريف، عمرو السليه، اكرم توفيق، وولتر بواليا برصيد نقطة واحدة. نقطتين مهمين جدا عايز اقول لحضراتكم عليهم، انه اللي بيتصدر ترتيب الأربعة الأوائل في جدول الترتيب العام حارس مرمى وثلاث مدافعين. في المركز الأول شناوي، وبعد كده بدر بنون، بعد كده أيمن أشرف، وبعدين علي معلول. أول مهاجم النادي الأهلي بيجي بعد الأربعة دول هو كهربا في المركز الخامس، وده يمكن يدي لحضراتكم مؤشر على تألق خط الظهر وخط دفاع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، ومن وراهم طبعا حارس المرمى محمد الشناوي. النقطة اللي كمان المهمة جدا واللي تابعناها مع حضراتكم على مدار الثلاث شهور اللي فاتوا، إنه ما فيش لاعب قدر يحصد أول مركز أو يفوز بالتصويت حضراتكم ويحتل المركز الأول في أربع ماتشات غير كابتن محمد الشناوي، وده يمكن حصل بشكل كبير جدا في الاربع ماتشات الاخيره للنادي الاهلي على التوالي. ماتش طلائع الجيش مركز اول، ماتش سيمبا مركز اول، ماتش المريخ مركز اول، وماتش بالميراس في بطوله العالم للانديه مركز اول، في ثلاث بطولات مختلفه، كاس عالم انديه، دوري ابطال افريقيا، والدوري المصري. مبروك كابتن محمد الشناوي.